جاز بالسرعة واللكمات المسترسلة، فكان أمله أن الملاكم الطار تمساماني يعطينا كما العادة وكما اعتدنا لقاء كبير اللي كان عهدوا عليه هنا تغطية وترقب من خلال الجولة الأولى حتى يعرف كل ملاكم الخصم ديالو، اللي كنظن أن كل ملاكم كيعرف قيمة الخصم ديالو، فالمقابلة غتكون مقابلة كبيرة وكبيرة جدا. طار تمساماني مواليد سنة 1980 بمراكش، ملاكم بيتش الملكي 60 كيلوغرام، ميدالية برونز في الأولمبياد سيدني وميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية. المبادرة الآن للملاكم طاهر تمساماني، فكنظن الضربات القوية اللي كتوجه الملاكم التونسي غيحس بقيمة لا السرعة ولا القوة، فهذا كيشكل خطورة كبيرة كبيرة جدا على الملاكم التونسي. فنلاحظ أن الملاكم التمساماني ملاكم ذكي، وحس أن تغطية الملاكم التونسي تغطية فقط على الوجه، وأن البطن ديالو ما مغطيش بشكل بكيفية جيدة، الشيء اللي دفع به أنه يلاكم ملاكم عن طريق الضربات الصاعدة. فالملاكم المغربي ملاكم قوي، كنلاحظوا أن الملاكم التونسي كيفتح له المجال الاقتراب، هذا يعني أن الملاكم الطار التمساماني كيكون عنده امتياز إن شاء الله في هذه المباراة. في وسط الحلبة والطور عن الجهة اليمنى ديالو، وهذا فعلا نهج تكتيكي صحيح. لاحظوا معايا سرعة وتسجيل بعض النقاط. طارق تمساماني هذا واش اللي كان تنتظروا سقطة صراحة، هو هذا هو طارق تمساماني، وتلاحظ كذلك بانه يعني الاسلوب اللي تنهجو اسلوب جد ذكي. الملاكم التمساماني ملاكم تونسي كيتيح ليه الفرصة انه الاقتراب، كنعرفوا مدى قوة الملاكم المغربي طار تمساماني في ملاكمة القرب، فإلى استطاع يسير الركب ديالو الملاكم المغربي طار تمساماني ويمشي على هذه الطريقة، فالمقابلة ما غاديش توصل حتى النهاية، فكنشاهدوا تخوف كبير للملاكم التونسي اللي كيرغموا على التراجع وكي يعطي الأفضلية للملاكم طار تمساماني أي الملاكم المغربي. كان عبد الله رحيلو المدير التقني في حديث مع طار تمساماني، لاحظوا بأنه كانت ضربة قوية اللي سقطت الملاكم التونسي شوبة توفيق. اخ زمان اخر مره شفت شوبة توفيق في بطوله العالميه او بطبيعه الحال البطوله الافريقيه العسكريه اللي تخمت تونس، وكان حصل على ميداليه ذهبيه. توجيهات المدير التقني رحيلو والمطار الوطني فضلي مصطفى غادي تكون انهم غادي يوجهوا الملاكم طار تمساماني انه يساير المقابله على هذا النهج، وانه يحاول يلاكم ملاكمه القرب ويسدد ضربات جانبيه، لان الملاكم التونسي ملاكم اللي نوعا ما كيخفض التغطيه ديالو من الجوانب، الشيء اللي كتخلي الضربات تصيبو، ونظرا لقوه الملاكم طار تمساماني فاذا تمكن انه يضرب ضربه اخرى باليد الضريبه فغادي تكون غادي تحقق ما كان نتمناه الجميع وما كنتظروه، وتطرح الملاكم التونسي ارضه. لحد الان كنلاحظوا طاهر تمساماني تغطيه جيده اللي ما كانش الملاكم التونسي من تسجيل اي نقاط تغطيه كبيره، ولكن من مستوى عالي لطاهر تمساماني. اعلان كما قلنا في قوه
بسهولة، فالملاكم المغربي كيتمركز وسط الحلبة وهذا اللي كيعطيه قوة باش يسجل أكبر عدد من النقاط. مهما لاحظوا معايا فهذه ضربة قوية وكيسجل بإتهام وبران تمكن من تسجيل طاقة التمسمان. دائما نفس الاسلوب في التغطيه اللي نهجو طاقه التمسماني منذ البدايه. التغطيه اللي قايمه بها طاقه التمسماني لحد الان قايمه بالواجب ديالها، فتغطيه جيده. فالملاكم التونسي ما يمكنش ليه يلاكم الملاكم المغربي على في البطن ديالو نظرا لخسر القامه ديال الملاكم المغربي. فلحد الان الملاكم المغربي طارق تمساماني فارض الايقاع ديالو وصاير في الاتجاه الصحيح للفوز بالمقابله ان شاء الله. ومقابله قويه، مقابله تلاحظ بانه الى جانب يعني اللمسات التقنيه اللي تنشاهدوا هناك قوه في الضربات. رقم الاخ زمان ان الملاكم التونسي على ما اعرف الهزيمه الا جوج مرات في 15 مقابله دوليه، هذا كيعني ان الملاكم التونسي ملاكم متمرس وملاكم عنده تجربه قويه، فما غيكونش من السهل ان الملاكم المغربي يتفوق عليه، واخا التجربه ديال الملاكم المغربي كتفوق الملاكم التونسي. إذن نهاية الجولة الثانية من هذه المقابلة اللي تجمع بين طارق تمسماني وملاكم التونسي شوبة توفيق. ما يمكن ملاحظته خلال الجولة الثانية أن الملاكم طارق تمسماني لعب باقتصاد كبير نظرا أنه كينتظر جولة ثالثة ورابعة جولة قوية، فلربما تعليمات الركن ديالو والاطر التقنيه ديالو كان يجهدوا انه يلعب الجوله الثانيه باقتصاد، فهذا كيتسمى توزيع الجهد على الجولات، وهذا صراحه شرف كبير اننا نلقاو في الركن اطر من المستوى العالي اللي كتضاهي الاطر الكوبيه. فالملاكمه المغربيه مؤطره 100% باطر مغربيه، وهذا كيعني الكثير في مجال الملاكمه. إذن انطلاق الجولة الثالثة من هذه المقابلة. وما ننساوش كذلك الأخ فضلي بأن التربصات اللي قام بها الفريق الوطني في الحقيقة تربصات جد مهمة، إلى خاض بعض المقابلات لها في ديار الفرنسية وكذلك مع الفريق الوطني الإسباني وكذلك بفنلندا، وعدة مقابلات خاضها الفريق الوطني للاستعداد لهذه التظاهرة الرياضية هذه، والحمد لله كانت النتيجة والنتيجة اللي كتشرف المغاربة الكل. الجولة الأولى ولا الجولة التالية، فامتياز كنظن الأخ زمان امتياز مغربي مغربي محض هذا النقطتين. ولكن وجه الحكم تنبيه للملاكم التونسي لأنه كيضرب بالقفازة المفتوحة أو بداخل اليد وهو خارج عن إطار اللعبة والقانون الدولي للملاكم. الملاكم التونسي وكما سبقنا الإشارة إليه أنه غادي يندافع من خلال الجولة الثالثة والرابعة، فصراحة التوصيات كانت في المحل ديالها، فمن المرغوم على الملاكم التونسي أنه يرفع الإيقاع اللي بغى يدارك الفارق ديال النقاط اللي مسجلوه لحد الآن الطاهر التمسماني. حقيقة طاهر التمسماني كيمتاز بخصائص جد ممتازة وجد مهمة، وكنتمناو ليه حظ سعيد في الألعاب الأولمبية، لأن هذه المقابلة كتبقى مقابلة تشكيلية، وك
كتبقى مقابله خبره للاستعدادات للالعاب الاولمبيه اللي غتقام باتينا في شهر 8. الاسلوب اللي تيحاول ينزل ولكن التونسي يعني ضربات مسلسله ما توفقش فيهم وما نجحش فيهم. كان نهايه الجوله الثالثه الان من هذه المقابله تجمع فرنسا الزمني وتوفيق الشوبة وذكر انهم سبق اليوم تاهلوا للالعاب الاولمبيه. إلى رحنا الأخ زمان أن قوة الملاكم طاهر التمساماني كتكمن أنه كيحاول يعوض خصائص بخصائص أخرى، كيستغل 100% الخصائص الفيزيولوجية ديالو، كيحبدها على الخصائص المورفولوجية، فسرعة الأداء والاقتراب و لربما نقولوا أن قصر القامة ديالو ما كيأهلوش أنه يلاكم ملاكمة من البعد، فالطاقة الجسمانية اللي عنده وقوة الضربات انه كيمر من المسافة البعيدة الى المسافة القصيرة كيأهلو انه يكون ملاكم من المستوى الكبير. من خصائص خاصة في الملاكمة وطبيعة الحال كيمتاز بها الملاكم المغربي وهي يعني القوة الانفجارية، وفي الحقيقة هنا كتبان لنا في هذه المقابلة هذه، حيث لما كيوجه الملاكم المغربي الضربة إلا وكتكون قوية وقوية جدا. من الملاحظ كذلك أن الملاكم طاهر التمساماني خايض مقابلة تكتيكية 100% لأنه ضمن تأهيل ديالو، فكيقدم أنه ما يتصابش وكذلك يفوز بطريقة ذكية خلال المقابلة، ولحد الآن موفق في النهج التكتيكي اللي اختار. ضربات مسترسلة من هذا هو الأسلوب اللي حاول ينهجو الملاكم التونسي مودو الكيدو ما كانش موفق فيه. ضربات جد موفقة لطاهر التمساماني كتخولوا أكبر عدد من النقاط باش يفوز بهذه المقابلة، ضربة كذلك مستقيمة باليد اليسرى وفعلا وكنشوفوا هنا القوة الضاربة ديال التمساماني وهي اليد اليمنى، وكنظن بأن ربما تصيب الهدف ألا وهو الملاكم التونسي. هنا لما كيوقع الالتحام فالحكم عليه باش يقول كلمة بريك وهي إذن كلا الملاكمين باش يرجعوا خطوة للوراء. تمويه جيد للملاكم طاهر التمساماني صراحة، طريقة باش كيدافع عن المنطقة اللي كيتسجلوا فيها النقاط، تمويه وتغطية جيدة ودفاع موفق بحد الآن. لربما كان يمكن أن نقول أنك لاحظ أن هناك امتياز فما كيحاولش يلاكم بقدر ما كيحاول يدافع باش يحافظ على الامتياز ديالو. كيسجل على إثرها الملاكم طاهر التمساماني بعض النقاط على الملاكم التونسي ونهاية المقابلة. إذا نهاية هذه المقابلة. المقابلة اللي جمعت بين طاهر التمساماني وشوبة توفيق من تونس، مقابلة قوية تلاحظوا من أصعب المقابلات. صعوبة المقابلة فبكل موضوع نعتبره بأنه طاهر التمساماني كان أحسن برغم الامتياز اللي كان عند الملاكم التونسي، الملاكم قوي خصوصا في اللكمات المسترسلة.
كبيرة تمكن من متابعة دقيقة الأطوار ديال المقابلة خلال الحكام اللي مفروض عليهم يسجلوا في وقت واحد. فوز في هذه المقابلة وبالتالي فاز بالميدالية الذهبية. إذن هنيئا للطاهر التبسماني هذا الفوز. طبيعة الحال فهذه كلها مقابلات اللي أعطتنا المؤهل فقط. ننتظروا ورقة أخرى للمرور هي ورقة الحداق رشيد. هذه المقابلة غادي تكون هي المقابلة العاشرة المبرمجة هذا اليوم. إذن نكتفي بهذا القدر سيدتي وسادتي، دمتم بخير وإلى اللقاء في مناسبة قادمة بحول الله.